الموضوع بيان مظلومية جميلة جدا كلمة وسط الأمن، لأنها تفعو إليها النفوس وتصغي إليها القلوب، ونحن نشاط لكم ونشد على أيديكم من أجل احترام القانون وبسط الأمن، ولكن للأسف تعرضت عشيرتنا إلى ظلم وانتهاك من قبل القوات الأمنية واحتراق الأخضر واليابس، واختلط فيها البريء مع المسيء وأصبح المظلوم هو الضحية. لقد تعرضت عشيرتنا إلى الاحتلال بتاريخ 13/4/2023 من قبل الطرف الآخر، وقتل ظلما الشهيد المقدم عبد المهدي جميل يوسف، وسكتنا من أجل الستر واستتباب الأمن، وحولنا القضية إلى إجراءات قانونية وسلطة الدولة، ثم قتل بعدها المدعو إسماعيل وبدان، ثم قتل بعدها نائل ثامر الخيل، وحولنا القضية إلى الدولة أيضا، ثم قتل بعدها الكثير، وطلبنا أن تتدخل المرجعية لحل القضية لأن كلمتها هي العليا، وأصبح الحل قاب قوسين أو أدنى، ولكن بتاريخ 3/3/2024 وعند الغروب قام الطرف الآخر بكسر العطوة ونقض الاتفاقية المرجعية ومشايخ محافظة ذي قار والهجوم على عشيرة النواصب، فتدخلت الدولة وذهب إليهم العميد عزيز الشامي لمنعهم من الرمي واستشهد هناك أيضا. وفي هذه الأثناء قامت القوات الأمنية بمداهمة البيوت واحتقال رجالنا وشبابنا الأبرياء وترويع النساء والأطفال، علما أن المعتقلين حاليا فيهم المهندس والأستاذ الجامعي والمعلم والمدرس والعسكري والحشد الشعبي والطالب الثالث الإعدادي وحتى العسكري، لأنهم كانوا جالسين في بيوتهم يرجون بالقوات الأمنية ولم يهربوا لأنهم أبرياء، والآن للأسف الشديد هم محتقنون. راجين التدخل من سيادتكم لأطلاق سراحهم ومنع احتقال الباقين ومنع التفتيش للبيوت وعدم إدخال الرعب في قلوب النساء والأطفال.